السلام عليكم عاش تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حصة اليوم من قضايا الساعة، وموضوع حصتنا اليوم منوال التنمية، دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شهدت تونس في الأيام الماضية احتجاجات اجتماعية وكذلك حتى في السنوات الفارطة وفي عدة عقود مضت، وكل مرة هناك اتهام لمنوال التنمية الذي قيل إنه أوصل البلاد إلى هذه الحالة. هل هذا منطق علمي وصحيح أم هناك أزمة في حسن تسيير الإدارة وأزمة تطبيق هذا المنوال؟ لمناقشة هذا الموضوع أستضيف الأستاذ الجامعي والمختص في المالية وفي الشأن أيضا الاقتصادية الأستاذ أيمن عجين. أستاذ أيمن مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بالمستمعين. في بضع ثواني أو في دقيقة، ما معنى منوال التنمية على الأقل كمدخل باش السادة المستمعين والمستمعات يفهموا شو معناتها منوال التنمية؟ خاطر مرحبا بكم نجوم موزاي كفام، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد لحظات باش نكونوا في بث مباشر الندوة الصحفية لوزير الصحة فوزي المهدي، باش يتم تقديم آخر مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19، تقديم إجراءات جديدة للحد من تسارع انتشار الفيروس. دونك المؤتمر الصحفي كان مقرر ل 11 متاع الصباح، أنا توا عندنا تأخير تقريبا بساعة و 22 دقيقة، إن شاء الله المانع خير باش ما تكونش عادة تونسية. بعد لحظات نرجعوا باش نطمنوا على صحة الفنانة القديرة منى الجابي. ضيفتنا نهار الاحد في بورتري باي موزايك اف ام المحاميه والسياسيه سعيده قراش، عوده على مسيره مناضله نسويه من معارضه للنظام السابق الى ناطقه باسم رئاسه الجمهوريه ولرفقه الباجي قايد السبسي حتى ايامه الاخيره. ممزوج. يا بابا يا بابا شنجلور كراتي يخدموا في خدمتهم ربي عينهم. اسمع امي تحب نفطر كل يوم بحذيها راب ونتعشى وزادة. يا بابا ملكي نوقز محلاها تنوقزتو. ديليس ممزوج بنتو تغلب كل شيء، تركيب تراكبة وخفيفة وفيه كمية من البروتين والفيتامين والكالسيوم اللي يضمنوا لك تغذية صحية ومتوازنة. ديليس ممزوج ما بنها الدنيا.